بسم الله الرحمن الرحيم، اهلا وسهلا بكل مشاهدي قناه الاهلي في كل مكان، وحلقه جديده من الاشبال. النهارده ان شاء الله هيكون ضيفي وضيفكم في الجزء الثاني الكابتن عبد المنعم شطه مدير اكاديميات النادي الاهلي. النهارده هنتكلم عن اكاديميات النادي الاهلي، قطاع مهم جدا، قطاع استثماري، قطاع فيه اكتشاف مواهب لقطاع الناشئين بالنادي الاهلي. قطاع دلوقتي ما شاء الله بنشوف اكاديميات النادي الاهلي منتشره في كل ربوع مصر، وصلنا حوالي 16 او 17 اكاديميه. الفترة اللي جاية كمان مع وجود شركة كرة القدم بالنادي الأهلي في تطلعات كبيرة علشان يكون عندنا أكاديميات خارج مصر في دولتين هيكون فيهم إن شاء الله. دي الخطة القريبة جدا اللي إن شاء الله هتكون موجودة. كل الحديث ده هيكون مع الكابتن عبد المنعم شطة. كمان الكابتن شطة يعني اشتغل كتير سنوات طويلة في الاتحاد الأفريقي، وكان مدير فني سابق للاتحاد الأفريقي. هنتكلم عن المشكلة الموجودة اللي أثيرت خلال الفترة السابقة، تضارب المواعيد، ازاي النهارده الاتحاد الافريقي مع كاس العالم للانديه المواعيد، كل الردود هتلاقوها ان شاء الله مع ضيف وضيفكم كابتن عبد المنعم شطه، لكن في الجزء الثاني من حلقتنا. في البدايه هتكلم طبعا عن النادي الاهلي وعن السوبر الافريقي. السوبر الافريقي اللي اتحدد خلاص يوم 22 من الشهر الحالي، خلاص يعني احنا بنتكلم بعد ايام، او بعد بطوله كاس العرب مباشره اللي هتنتهي يوم 18، بعدها بأربع أيام هيكون موجود مباراة السوبر الأفريقي اللي بتجمع بين النادي الأهلي والرجاء المغربي. في البداية هنتكلم على الرجاء المغربي. الرجاء المغربي فرقة محترمة، فرقة بتعرف تاخد بطولات، فالنهاردة هتكون منافسة قوية. شايفين تطور كبير جدا في الكرة المغربية. الرجاء المغربي هو بطل الكونفدرالية، كمان فرقة عندها خبرات كبيرة من اللعيبة. في لعيبه كتير رحلت عن الرجاء المغربي وعناصر مهمه، لكن عملت صفقات مهمه وهتكون اضافه كبيره. علشان كده باكد من هنا ان مباراه السوبر الافريقي هتكون مباراه كبيره، مباراه فيها نديه. كمان خلاص ملعب المباراه يعني كان متحدد استاد في الدوحه، المباراه هتتنقل لاستاد تاني نظرا للاقبال الجماهيري الكبير اللي هيكون متواجد من الجاليه المصريه وايضا من الجاليه المغربيه. نروح للنادي الأهلي بقى. النادي الأهلي عنده دوافع كبيرة جدا لهذه المباراة. النادي الأهلي أكيد دي بطولة كبيرة، بطولة قارية، بيسعى النادي الأهلي واللعيبة والجهاز الفني إن البطولة دي تدخل بطولات النادي الأهلي. النادي الأهلي لعب السوبر الأفريقي قبل كده أو حصل على السوبر الأفريقي 7 مرات، لكن برضو النادي الأهلي ليه هدف كبير جدا من وراء هذه البطولة. النهاردة لقب مهم جدا غاب عن النادي الأهلي خلال السنوات الأخيرة، هو لقب الأكثر تتويجا، اللي دلوقتي بنشوف ريال مدريد هو في المركز الأول برصيد 26 بطولة، ويأتي النادي الأهلي في المركز الثاني برصيد 23 بطولة. دي فرصة للنادي الأهلي في مباراة السوبر الأفريقي، النادي الأهلي يوصل للرقم 24 ويقلص الفرق ما بينه وبين ريال مدريد. هو ده الفكر، وده فكر اللعيبة وفكر الجهاز الفني وفكر المسؤولين ولجنة التخطيط وشركة الكرة، إن احنا نشتغل على هذا الفكر خلال الفترة القادمة، إن احنا نقلص الفارق ونوصل لرقم 24. ده هدف كبير من أهداف النادي الأهلي. إن النادي الأهلي عايز يتطلع للعالمية. في الوقت اللي أحد الزملاء بيقول إزاي النهاردة تأجلوا بطولة أفريقيا علشان فريق أو علشان لعيبة. الفريق اللي حضرتك بتتكلم عنه ده بيمثل مصر، بيمثل مصر في المحافل العالمية، في المحافل الدولية، ده اللي بيرفع علم مصر زي ما شفنا في كأس العالم للأندية السابقة والمركز الثالث ومركز مشرف للكرة المصرية. أيضا النادي الأهلي بيسعى أنه يصل للقب هيكون مهم جدا للكرة المصرية، هو الأكثر تتويجا على العالم، ده اللي بيسعى للنادي الأهلي. كمان أهمية اللقب السوبر الأفريقي اللي هيكون خطوة إن شاء الله للنادي الأهلي علشان نوصل لهذا اللقب الأكثر تتويجا، كمان حتة التسويق، حتة إزاي النادي الأهلي لما بياخد اللقب ده بيقدر يعمل عقد رعاية كبير جدا، وشفنا في السنوات السابقة زي ما شفنا قبل كده لقب نادي القرن، كمان يكون إن شاء الله لقب الأكثر تتويجا قريبا من النادي الأهلي. لعيبة النادي الأهلي موجودة دلوقتي مع منتخب مصر في بطولة كأس العرب، أكيد بطولة مهمة، استعدادات قوية، بنشوف أداء ومستويات رائعة، وإن شاء الله النهاردة على بعد يعني وقت قليل على الساعة 9 مصر هتلاقي الجزائر
هتكون مباراة كبيرة، مباراة مهمة، لكن دايما الأشقاء مصر والجزائر دايما بتجمعنا بيهم مباريات حلوة داخل الملعب، ونظل في النهاية يعني أشقاء مصر والجزائر. ده كل كلامنا عن مباراة السوبر الأفريقية اللي إن شاء الله هيكون النادي الأهلي خلاص بدأ الاستعداد ليها منذ أيام. اللعيبة اللي موجودة خارج منتخب مصر بدأ بيتسو موسيماني يبدأ يجهز كل اللعيبة علشان خلال الفترة القادمة، ونتمنى إن شاء الله كل التوفيق للاعبي النادي الأهلي في هذه المباراة. عايز أروح لأمر تاني، أمر تاني مهم جدا، بنعزي أنفسنا، بنعزي الكرة المصرية، بنعزي أسرة نادي الإسماعيلي في وفاة الكابتن أدهم السلحدار. ولما نتكلم عن الكابتن أدهم السلحدار لازم نقف ونتكلم عن شخص الله يرحمه كان في قمة الاحترام، شخص لما شفنا بعد وفاته مباشرة كم الحب على السوشيال ميديا، كم الحب من كل جماهير مصر، من الإعلام الرياضي في حب الكابتن أدهم السلحدار. كان شخصية محترمة جدا، كان نجم كبير، كان لاعب كرة موهوب، عمل تاريخ كبير جدا مع نادي الإسماعيلي. لكن الكابتن أدهم السلحدار يعني قبل وفاته، وإحنا كلنا شفنا الوفاة كانت في الملعب أثناء مباراة، وهو كمان يعني حسن الختام وهو فرقته بتحرز هدف بيسجد سجدة شكر لله، ومع سجدة الشكر توفاه الله، فحسن الخاتمة، ربنا يرحمه ويصبر أهله ويعني ويصبر أولاده، أولاده اللي كان فيهم واحد الكابتن أدهم نفسه يطلع لعيب كورة، وهو قبل ما يتوفى كان نفسه يشوفه لاعب في نادي إنبي، بالرغم أنه هو كان يعني نجم كبير في نادي الإسماعيلي، لكن هو كان مقيم في القاهرة، فكان نفسه يشوف ابن الكابتن أدهم عمر أدهم السلحدار. هو مواليد 2009، قبل ما توفى كان نفسه يطلع لعيب كورة، كان نفسه يشوفه في نادي إنبي. نادي إنبي من هنا بنشكر كل المسؤولين على طول، بعد وفاة الراحل شفنا رئيس نادي إنبي وشفنا الكابتن محمد إسماعيل مدير القطاع بنفسهم، وتم انضمام عمر أدهم السلحدار إلى نادي إنبي. بنشكر أيضا الأستاذ أيمن الشريعي رئيس نادي إنبي وكابتن محمد إسماعيل على هذه اللفتة الطيبة، لفتة فعلا محترمة جدا. طيب نروح لكابتن محمد إسماعيل رئيس قطاع الناشئين بنادي إنبي ونتعرف أكتر منه. تحياتي ليك يا كابتن محمد ومنور قناة الأهلي. تحياتي يا كابتن اسامه محترم، والنادي الاهلي وقناه النادي الاهلي منورين دايما ان شاء الله، وبالتوفيق ربنا يكرمك. ما شاء الله لفته طيبه جدا من المسؤولين في نادي انبي، استاذ ايمن الشريعي، الكابتن محمد اسماعيلي، وانضمام عمر ادم السلحدار الى قطاع الناشئين بنادي انبي. والله يا كابتن اسامه الموضوع هو ادهم يعتبر احنا بنعتبره ان هو من ولادنا من نادي انبي، لانه اشتغل معانا سنين فترات طويله، وكان في اي وقت طبعا الاسماعيلي بيطلبه كان راح كذا مره، احنا طبعا كنا بنعمل ده. وكابتن ادهم يعني هو كانت رغبته في الحقيقه، هو الله يرحمه كان مستني يخلص ماتش اللي عنده، وكان اتفاق بيني وبينه على تليفون ان هو يوم السبت ان شاء الله الساعه 10 الصبح كان جاي عشان هو يمضي الاوراق بنفسه. يعني ده قبل الوفاه يا كابتن محمد؟ قبل الوفاه. يعني حصل مكالمه ما بينك وبين الكابتن ادهم الله يرحمه ان كان جاي يمضي وخلص اوراق ابنه وانضمامه لنادي انبي؟ قال هاجي بسرعه وهرجع عشان تدريبات والحاجات دي. فسبحان الله قدر ما شاء فعل، وربنا يا رب يجعل مثواه الجنه. يعني انا عايز اقول لك ان انا مجرد بس الاستاذ ايمن الشريعي ما عرف رئيس النادي قال لي انا لازم ابقى قابليك هناك عند عمر بنفسي، وانا والله مش مترتبه يا كابتن اسامه ولا اي حاجه خالص، ده هو يعني الموضوع اتاخد في قعده. يعني انا شايف ان ربنا ان شاء الله هيغفر له ويرحمه، عمر ادهم ابن من ولادنا، واستاذ ايمن الشراعي تبناه شخصيا هو هناك، قال ده يعني هيبقى تبني شخص منه في القطاع لغايه ما ربنا يكرمه يبقى زي ادهم. لان ادهم يا كابتن اسامه لان احنا عشنا معاه فترات طويله انسان خلوق جدا، متدين جدا، عمره ما غلط في حد يا كابتن اسامه والله العظيم. اتمنى ان كلامي ده يبقى يعني الناس فعلا ده كلام من قلبي بجد، وكل اللي اتعامل مع ادهم هيقول اه صح. كل واحد اتعامل مع كابتن ادهم هيعرف ان هو انسان خلوق، انسان محترم، انسان بيحب كل الناس، وده يعني في الفتره اللي احنا فيها دي عشان كده حضرتك شفت التفاعل الكبير قوي. انا ما شفتش لعيبه أو لا أمور مدربين كل ما هو حسن الخاتمة كمان يا كابتن محمد. يعني توفاه الله وهو ساجد
في الملعب، وهو كمان اثناء عمله، يعني هو في عمله وهو بيسجد شكر لله على هدف، يعني ده حسن الخاتمه. في تفصيله برضو صغيره كده، ليله المباراه يا كابتن، يعني هو في تملي، هو كابتن ادهم من ساعه ما هو بيشتغل في التدريب بيحب يصحي اللعيبه الفجر، ليله المباراه يصلوا الفجر، فهو كان في لعيب عنده هو اللي بيئم للولاد. الليله دي ادهم طلب ان هو اللي يئم الناس، هو اللي يصلي باللعيبه، هو اللي صلى باللعيبه الفجر وماتوا هو يعني اتمنى من الله ان الواحد تبقى نهايته زي الكابتن ادهم كده، وسيرته تبقى زيه كده في الحياه، لانه يستحق كل خير. وعايز اقول لك ان احنا كمان في النادي عندنا لسه مش هو ده بس، لا احنا في حاجات تانية، بس احنا الموضوع بيتاخد ان احنا عايزين نعمل حاجه مش للاعلان، يعني حاجه ترضي ربنا ونحس ان احنا عملنا بيها حاجه لادهم، وربنا يرحمه يا رب. واحنا بنشكركم على التحرك السريع ده كابتن محمد. انا اللي بشكرك يا كابتن اسامه، والله عارف يا كابتن اسامه، مجرد المداخله دلوقتي مع حضرتك هو ده اللي احنا عايزين نسيبه، الرياضه كده. انت حضرتك النادي الاهلي عمل حاجه، اقول لك شابوه. هي دي الرياضه، هو ده معنى الرياضه الحقيقه يا كابتن اسامه، صدقني والله. هو ده اللي نفسي الفتره اللي جايه ده يبقى هو اللي سايد بيننا وبين، وخاصه بين الانديه الكبيره، هي اللي هتخلي الدنيا تبقى احسن. وقت الوفاه مفيش الوان تيشيرتات، هو يعني لا كلنا بنتوحد وبنقف جنب بعض، هو لون واحد بس. هو لون واحد موجود والله، دي حقيقه يعني، دي حقيقه، دي حقيقه. احنا بنشكرك شكرا جزيلا كابتن محمد، وبنشكركم على اللفته الطيبه والرائعه والتحرك السريع كمان يا كابتن محمد. ربنا يبارك فيك كابتن اسامه، واللي جاي احسن ان شاء الله، وان شاء الله نشوفه قريب كمان في الفريق الاول في انبي ان شاء الله. ان شاء الله نكمل مسيره الراحل العظيم الكابتن ادهم السلحفاه. ان شاء الله، ان شاء الله كابتن اسامه، ان شاء الله. بنشكرك كابتن محمد اسماعيل رئيس قطاع الناشئين بنادي انبي، يعني لازم نديهم حقهم صراحه، الاستاذ ايمن الشريعي رئيس نادي انبي، وايضا الكابتن محمد اسماعيل، لفته يعني أكثر من رائعة، وكمان التحرك السريع، وسبحان الله يعني ربنا بيسبب الأقدار كمان زي ما بيقول، يعني سبحان الله. كابتن أدهم قبل الوفاة هو اللي كان مفروض يروح يوم السبت نادي إنبي ويمضي بنفسه على انضمام ابنه لنادي إنبي، لكن الأقدار. فالنهاردة يعني بنشكر نادي إنبي، وإن شاء الله نشوفه لعيب كبير، نشوفه في نادي إنبي ونشوفه منتخب مصر، ويكمل مسيرة لاعب رائع يعني كل جماهير الكرة المصرية عمرها ما تنساه. أثناء الوفاة عايز برضو أكلم حضراتكم في حاجة تانية. أثناء الوفاة لما كابتن أدهم السلحضار توفى الله، وقفت قدام حاجات أو دار في ذهني بعض الحاجات. النهاردة كابتن أدهم ترك أسرة، ترك زوجته، ترك عنده بنتين وولد، ربنا يخليهم يا رب. الفترة اللي جاية هيحصل معاهم إيه؟ أكيد بيكون في دعم زي ما كابتن محمد إسماعيل قال، هيكون في تحرك من نادي إنبي، النادي الاهلي كمان في تحرك من بعض اللاعبين، هيكون في تحرك، دي كلها تحركات فرديه. لكن النهارده واحنا بنتكلم النهارده على الهوا واحنا في قناه الاهلي بندعم هذا الموضوع، ليه التحرك يكون فردي؟ ليه النهارده ما يبقاش في تحرك، حاجه ثابته عندنا في الكره المصريه، حاجه ثابته في القانون تكفل لاي مدرب، سواء في القسم الاول او القسم الثاني او القسم الثالث، مش مدربين بس، مدربين ولاعبين، لا قدر الله في هذه الحالات او في حالات المرض يكون دايما في صندوق دعم الرياضيين، برعايه الرياضيين، صندوق دعم رعايه الرياضيين. عايزين نتبنى الفكره دي، دي فكره مهمه جدا. يعني انا هقول لحضراتكم بعد قليل ايه الاسباب او طرق تمويل المشروع ده، ونتبناها على الهواء ونعرضها على وزارة الشباب والرياضة. الناس صراحة ما بتتأخرش خالص، دكتور أشرف صبحي وكل القائمين في الشباب والرياضة، الناس ما بتتأخرش. شفنا زوجة علاء علي قبل كده الوزارة عملت معاها إيه، ونروح دلوقتي للدكتور محمد فوزي المتحدث الرسمي لوزارة الشباب والرياضة، ونشوف هيعملوا إيه مع أسرة الراحل الكابتن أدهم السلحضار. تحياتي ليك يا دكتور محمد. اهلا بك يا كابتن اسامه وكل الساده المشاهدين، وسعيد ان انا مع حضرتك. في البدايه بنعزي انفسنا واسره الرياضه المصريه في وفاه واحد من نجوم الكره المصريه كابتن ادهم السلحضار. البقاء لله، ربنا يرحمه وان شاء الله في الجنه، واكيد يعني دور وزاره الشباب والرياضه المجتمعي على طول تحرك سريع من الدكتور اشرف صبحي وزير الشباب والرياضه لايجاد فرصه عمل لزوجته ودعم كامل لأسرة الراحل أدهم السلحضار، الله يرحمه. أنا عرفت إن القرار ده اتخذ منذ دقائق قليلة. وبالفعل تم التواصل هاتفيا
زوجة الراحل كابتن أتم السلحدار، والدكتور أشرف صبحي قدم لها العزاء والمواساة في وفاته، وكمان وعدها إن شاء الله إن هيكون لها وظيفة في أحد مشروعات وزارة الشباب والرياضة. ده شيء جميل، بنشكر عليه وزارة الشباب والرياضة، بنشكر عليه الدكتور أشرف صبحي وكل القائمين في الوزارة على سرعة يعني التحرك. شفنا قبل كده أسرة علاء علي، النهاردة أسرة الكابتن أدم السلحدار. لكن يا دكتور محمد عايز أخد حضرتك لنقطة مهمة، النهاردة أسرة الرياضة المصرية أسرة كبيرة جدا النهاردة، يعني وزارة الشباب والرياضة بتدعم بعض الأندية في تحركات فردية، لكن النهاردة أنا عايز أوجد حل هذا الموضوع. ممكن نتبنى النهاردة وزارة الشباب والرياضة مع وزارة التضامن يكون عندنا في صندوق دعم الرياضيين، النهارده يكون في صندوق ثابت لهذا الامر. النهارده لما بتكلم عن وزاره الشباب والرياضه وزاره التضامن، دول جهتين حكوميتين بنثق فيهم كلنا، ليه النهارده وزاره الشباب والرياضه ما تتبناش هذه الفكره؟ انا طبعا بحييك على هذه الفكره وبضم صوتي لصوتك، ولكن خلينا نرفع الامر بشكل مباشر للدكتور اشرف صبحي وزير الشباب والرياضه، وكمان كافه المسؤولين عن الاداره أو إدارة الرياضة المصرية بشكل عام. ولكن أنا برضو عايز أوضح للسادة المشاهدين حاجة مهمة جدا برضو. إن النهاردة الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة ناقش استعدادات الوزارة لتدشين صندوق الرياضة المصري. حلو أوي، جميل. هذا الصندوق بيهتم بشكل كبير جدا بدعم الرياضيين في مختلف الألعاب ورعايتهم. خلينا برضو نوضح بعض التفاصيل عن هذا اللقاء والاجتماع اللي تم النهاردة. تفضل. طبعا هو هيكون ان شاء الله بحضور، هيكون في مؤتمر كبير جدا للإعلان عنه بحضور عدد كبير جدا من الرياضيين والمستثمرين ورجال الأعمال والكيانات الاقتصادية المساهمة في الصندوق. وكمان هيتم عرض هيكل تنفيذي للصندوق ولجنه فنيه له، وهيتم تشكيل كمان لجنه رياضيه ولجنه للاستثمار وتنميه الموارد. كويس. وكمان هنحدد الادوار المهمه لكل لجنه من اللجان. دكتور اشرف صبحي كمان اكد على اهميه الصندوق دعم ورعايه الرياضيين وكمان تلبيه احتياجاتهم في اطار اعدادهم لمختلف البطولات الدوليه. خلينا كمان نقول ان سياده الوزير اكد على اهميه هذا الصندوق وكمان تنميه الموارد الخاصه به والعمل على توسيع قاعده المساهمين ومشاركه القطاع الخاص انطلاقا من مسؤوليتها المجتمعيه وكمان مع الشركاء الرئيسيين وكمان عدد من الرعاه. مهم جدا ان احنا نكون بصدد انشاء كيان كبير جدا يرعى الرياضيين ويكون داعم ليهم في مختلف الألعاب. أكيد هناك برضه هيكون في تحرك من الدكتور أشرف صبحي لإيجاد كمان تمويل مناسب للقدامى الرياضيين. أيوة. بالتعاون برضه مع بعض المؤسسات الحكومية وأيضا المؤسسات الخاصة العاملة في هذا المجال. أكيد ده بنفس الفكر بتاع حضراتكم، وأكيد طبعا مقترح حضرتك مهم جدا وهيتم رفعه فورا ودراسته بشكل كامل وفقا للمتطلبات. طب هديك الفكرة على الهواء دكتور محمد دلوقتي برضو ازاي صندوق الرياضيين ممكن يمول، وبرضو اكيد الفكرة دي هتكون مطروحة على تربيزة وزارة الشباب والرياضة. الفكرة النهاردة ما شاء الله اتحاد الكرة عنده مصادر التمويل بتاعته كبيرة جدا، مصادر الايرادات يعني، عنده النهاردة التيشيرت بتاع منتخب مصر، عنده الرعاية، عنده فلوس بتجيله من الفيفا، عنده بطولة كاس مصر، كلها إيرادات داخل اتحاد الكرة. أيضا كمان من ضمن الإيرادات 3% بيحصلها اتحاد الكرة المصري من عقود اللاعبين اللي بتنضم للاتحاد المصري تحت مظلة الاتحاد المصري. ليه النهاردة ال3% دول ما يتاخدوش، أو 2%، هنقول 2%، نسيب 1% لاتحاد الكرة و2% يروح لصندوق الرياضيين. والفكره دي ما تبقاش على اتحاد الكره المصري بس، لا، عندنا اتحاد الطايره، اتحاد الباسكت، اتحاد اليد، كل الاتحادات دي، وكمان ما بقاش الرعايه لقدامى كره القدم بس، لا، لكل الالعاب. انا باكد على فكرتك بالفعل، هي حاجه مهمه جدا جدا جدا، ولكن برضو خلينا نقول ان احنا خلاص احنا بصدد تدشين صندوق للرياضيين. ممكن ينبثق منه
او يضاف اليه بعض النقاط الهامه اللي حضرتك قلتها دلوقتي وذكرتها، ودي مهمه جدا، ولكن برضو قانونيتها ايه؟ لازم نرجع برضو للنواحي القانونيه اللي بتنظم العمل في هذا الشان، وده مهم جدا. خلاص، يبقى احنا النهارده على الهواء بنناشد لجنه الشباب والرياضه في مجلس النواب. انا عارف ان في تعديل في القوانين خلال الفتره الحاليه، ممكن نضيف هذا البند في القانون المصري أو قانون الرياضة علشان يكفل. النهاردة يبقى احنا بنشتغل على أسس قانونية. أنا بحييك يا كابتن بالفعل، وده برضو حاجة مهمة جدا إن يكون الجانب التشريعي مهم جدا معانا في مثل هذه الأمور، لأن هي كلها أمور مالية. برضو خلينا نقول إن مش عايزين بس نقول لعيبة كرة القدم. في رياضيين برضو بيمارسوا ألعاب أخرى، برضه بيمروا بازمات، وبيبقى في برضه حالات انسانيه يجب دعمهم بشكل كامل. انا مش عايز برضه احصرها على لاعبي كره القدم. عايزين نحصرها لكل، يعني يبقى شامل لكل قدامى الرياضيين، وده مهم جدا. تمام، احنا ان شاء الله خلال الفتره القادمه دكتور محمد هنتابع معاكم الموضوع ده ان شاء الله، واتمنى يظهر للنور ان ده موضوع مهم جدا لكل القدامى وكل الكره المصريه، ومش الكره المصريه بس، لا كل الالعاب كمان. ليك يا كابتن أسامة، وطبعا أنا برضو خلينا أقول إن المقترح بتاع حضرتك أكيد هيتم رفعه فورا للدكتور أشرف صبح وزير الشباب والرياضة لدراسته كمان، وممكن يضاف إلى اللقاء اللي تم النهاردة من خلال تدشين صندوق الرياضة المصري. احنا بنشكر حضرتك شكرا جزيلا دكتور محمد فوزي المتحدث باسم وزارة الشباب والرياضة. كده الموضوع قدام حضراتكم، ده موضوع مهم جدا علشان ما يبقاش التحركات فردية مع كل مشكلة أو كل مصيبة بتحصل، لا النهاردة يكون عندنا في القانون المصري، وبقوا ناشد لجنة الشباب والرياضة في مجلس النواب بسرعة هذا الأمر. وإحنا الفترة دي في تعديل في قانون الرياضة، ممكن نضيف هذا البند لقانون الرياضة علشان يكفل النهاردة ما يبقاش التحركات فردية، يبقى إحنا النهاردة بنشتغل بأسس قانونية، ويكون كمان ليها تشريعات قانونية إن الموضوع ده مهم خلال الفترة القادمة. كمان بقول من هنا زي ما كابتن محمد اسماعيل بيقول ان نادي انبي هيكون ليه تحرك مع اسره الكابتن ادم السلحدار، باكد لحضراتكم ايضا لاعبي النادي الاهلي بداوا النهارده يتحركوا كمان، هيكون فيه بقياده كابتن وليد سليمان اللي هيجمع بعض يعني الاموال والمساهمات والمساعدات لاسره الراحل الكابتن ادم السلحدار، ان الكابتن ادم السلحدار نجم كبير، نجم كبير اللي ما شافوش، نجم كبير في الكره المصريه مش في الاسماعيلي بس، فده حقنا عليه وعلى اسرته كلنا ان احنا نقف جنبه، ونشكر كل الناس اللي هتساهم في هذا الامر. نروح للخبر اللي بعد كده مع منتخبنا الاولمبي. منتخبنا الاولمبي بيستدعي اربع لاعبين من النادي الاهلي، اربع لاعبين من النادي الاهلي. عندنا حمزه علاء في حراسه المرمى، ايضا محمد المغربي مدافع، محمد اشرف ظهير ايسر، واحمد نبيل كوكا، دول اربع لعيبه استدعاهم الكابتن شوقي غريب خلال الفتره دي علشان الانضمام لمعسكر منتخبنا الاولمبي. كمان اللي بيستعد ان شاء الله للتصفيات المؤهله لنهايه كاس الامم الافريقيه تحت 23 عاما، عارفين ان احنا البطوله اللي فاتت كانت على ارضنا وسط جمهورنا في مصر وفزنا بيها مع منتخب الاولمبي السابق، لكن الفتره اللي جايه هندخل التصفيات، وان شاء الله يكلل مجهود ولادنا ولاعبينا منتخب الاولمبي ان شاء الله نقدر نوصل اولمبياد باريس 2024. ايضا مع المنتخب الاولمبي فنجادة المدير الفني للاتحاد المصري بيحضر مران المنتخب الاولمبي وبيعمل محاضره سريعه مع اللاعبين، كمان بياكد خلالها انهم مستقبل الكره المصريه، وعنده امل كبير في رؤيه هذا الجيل في اولمبياد باريس، خاصة وأن بعضهم عرف طريق للمنتخب الأول مبكر، بعض اللاعبين بدأوا يشاركوا مع أنديتهم الفريق الأول في التدريبات في المباريات الودية، وكمان بنشوف لعيبة في المباريات الرسمية في الدوري الممتاز. كمان الكابتن شوقي غريب يعني سمح لبعض اللاعبين الموجودين في المنتخب الأولمبي أنهم ممكن يخرجوا من المعسكر يلعبوا ماتشات مع أنديتهم الدرجة الثانية، ومرة ثانية يرجعوا لمعسكر المنتخب الأولمبي. نسيب منتخبنا الاولمبي وبعد كده نروح للنادي الاهلي قطاع الناشئين. اهلي 2001 يفوز على بيراميدز 2-1 في دوري الجمهوريه. التشكيل اللي ابتدى بيه الكابتن عمرو انور، حراسه المرمى حمزه علاء، احمد سيد عبد النبي نقول له الحمد لله على السلامه رجع بعد اصابه، واحمد سيد عبد النبي ده ما شاء الله يعني خامه مبشره، خط الظهر احمد سيد عبد النبي، محمد مغربي، جلال فارس، محمد اشرف،
في خط الوسط كريم سعد الله، احمد نبيل كوكا، محمد فخري، احمد عربي، زياد طارق، وفي الهجوم علي عمرو. النادي الاهلي اللي احرز اهداف اللقاء احمد عربي اللي ماشي ما شاء الله دلوقتي يعني بخطى جيده جدا، والهدف الثاني علي عمرو. نروح نشوف نتائج مباريات الاسبوع التاسع من بطوله دوري الجمهوريه مواليد 2001. زي ما احنا شايفين قدام حضراتكم الاهلي فاز على بيراميدز في ملعب بيراميدز 2-1، طلائع الجيش فاز على الشرقيه للدخان 3-0، فاركو يفوز على مصر المقصه 2-1، التعادل السلبي بين الزمالك وغزل المحله 0-0، التعادل الايجابي بين البنك الاهلي وانبي 3-3، التعادل السلبي بين الجونه وفيوتشر 0-0، وسيراميكا ايضا تعادل مع الاتحاد السكندري. الجوله دي كلها كده من الواضح انها تعادلات، سموحه 2-2 مع المقاولين، والمصري 2-2 مع الاسماعيلي، كلها تعادلات، مفيش غير طلائع الجيش فاز والنادي الاهلي فاز وفاركو، والمنافسه شديده جدا ما بين الاهلي وطلائع الجيش في هذه المسابقه. نروح نشوف بقى جدول الترتيب. جدول الترتيب معانا الاهلي متصدر هذه المسابقه، الاهلي لعب 9 مباريات فاز في 7، تعادل في ماتشين، ولا هزيمه للنادي الاهلي، ليه 23 نقطه، ايضا متساوي مع طلائع الجيش اللي لعب برضه نفس مباريات الاهلي 9 مباريات فاز في 7، تعادل في 2، ولا هزيمه، ليه نفس النقاط 23، لكن النادي الاهلي متفوق بعدد الاهداف. الزمالك ياتي في المركز الثالث برصيد 18 نقطه، سيراميكا في المركز الرابع برصيد 16 نقطة، فاركو في المركز الخامس 14 نقطة، بيراميدز في المركز السادس برصيد 14 نقطة. اتحاد السكندري في المركز السابع، الجونة في المركز الثامن، التاسع سموحة، العاشر المقاولين العرب، 11 مصر المقصة، 12 إنبي. ال 13 بنك الأهلي، ال 14 الإسماعيلي، والإسماعيلي هنا عايز أقف قدام الإسماعيلي. يعني عندنا كمان ال 15 المصري، غازي المحله 16، 17 رياض الدخان، 18 مركز الاخير كوكاكولا. الاسماعيلي بتاريخه مركز ال 14 في دوري الشباب، دي حاجه لا تليق بنادي الاسماعيلي. نادي الاسماعيلي نادي من الانديه اللي كانت دايما بتعتمد على قطاع الناشئين بتاعها، فلما اجي اشوف النهارده نادي الاسماعيلي في المركز ال 14 ده لا مركز، لا يعني مركز غير جيد النهارده، خاصه لما بنقول نادي الاسماعيلي بيعتمد على قطاع الناشئين بتاعه، لازم نشوف نادي الاسماعيلي وفرقه وقطاع الناشئين في مراكز افضل من كده. طيب نشوف 2003، قبل ما نروح للفاصل نشوف ايضا نتائج مباريات الاسبوع الثامن ل 2003. الاهلي فاز على فيوتشر 1-0، الاتحاد السكندري يفوز على بيراميدز 3-0، فاركو سيراميكا يفوز فاركو 2-0، الاسماعيلي يفوز على مصر مقصه 2-1، المقاولين يفوز على المصر 2-0، انبي على سموحه 2-0، غزل المحله يفوز على البنك الاهلي 1-0، والجونه يفوز على طلائع الجيش 1-0، والتعادل الايجابي بين الشرقيه الدخان والزمالك 2-2. ده 2003. نروح 2006، ايضا نتائج مباريات الاسبوع الحادي عشر من بطوله الدوري الجمهوريه 2006. المقاولين العرب يفوز على الزمالك 4-3، بيراميدز يفوز على انتاج الحربي 1-0، الاهلي يفوز على مصر المقصه 3-2، انبي يفوز على وادي دجله 2-0، زد يفوز على غزل المحله 3-0، البنك الاهلي يفوز على الاسماعيلي 2-1، الشرقيه يفوز على فيوتشر 2-0، والمصري والاتحاد السكندري التعادل السلبي. نروح لنتائج مباريات ايضا الاسبوع الحادي عشر من دوري الجمهوريه مواليد 2007. المقاولين والزمالك التعادل الايجابي 1-1، الاسماعيلي يفوز على البنك الاهلي 1-0، الاهلي يفوز بنتيجه كبيره رباعيه على مصر المقصه 4-1، سموحه يفوز بثنائيه على فاركو، الاتحاد السكندري يفوز على المصري بثلاثيه، غزل المحله يفوز بثنائيه على الجونه، ووادي دجله يفوز على الشرقيه دخان 1-0، واخيرا التعادل الايجابي بين سيراميكا كليوباترا وبيراميدز التعادل الايجابي 1-1. نروح لفاصل، وبعد الفاصل مستمرين مع حضراتكم مره ثانيه. اهلا بحضراتكم من جديد. تعالوا اوري حضراتكم النهارده لقطه اليوم بقى، لقطه حلوه جدا النهارده كانت في تدريبات الاهلي، لعيبه الاهلي النهارده بتلعب قبل التدريب تيك بول. النهارده كان في لقطه بقى، كان في فرقتين، فرقه مصطفى شوبير مع زياد طارق، والفرقه الثانيه احمد عبد القادر مع عمار حمدي.
واختلفوا على نقطة في نهاية المباراة مين اللي هيكسب الجيم ده، لكن فار كاميرا الأهلي كانت موجودة في اللعبة دي زي ما احنا شايفين. مصطفى شوبير راح يشوف اللعبة ويتأكد، وكنا بنصور المباراة دي، فراح هناك واتأكد وشاف الكاميرا ورجع، فار كاميرا الأهلي كانت موجودة، وفي الآخر مصطفى شوبير وزياد طارق هما اللي حسموا اللعبة وحسموا الجيم لنفسهم زي ما احنا شايفينه قدام حضراتكم دلوقتي. في فار هنا، في فار هنا اهو، في فار اهو اهو، مصطفى شوبير بيشوف الفار. لقطة حلوة، ودايما يعني لعيبة الكرة بيبقى فيها حاجات كده بتخرجك من بره الضغط العصبي، فدي لقطة من اللقطات الحلوة اللي كانت كاميرا الأشبال موجودة النهاردة في تدريبات النادي الأهلي. نروح بقى لفريق مهم عندنا في قطاع الناشئين، فريق مليء بالمواهب، فريق 2008، وهو بيلعب أمام المصرية للاتصالات في بطولة دوري منطقة القاهرة. ما شاء الله لاعبتنا فازت، أو لاعبي النادي الأهلي فازوا 4-2 على المصرية للاتصالات. لأحرز أهداف النادي الأهلي عمر عاطف هدفين، وهدف لكل من بلال عطية وشلبي يوسف. نروح نشوف أهداف اللقاء. ما شاء الله فرقة 2008 يعني لافت نظري عمر عاطف وبلال عطية، اثنين من اللعيبة ما شاء الله المميزين. السنة اللي فاتت برضو كانوا أدوا مباريات رائعة، والسنة دي ما شاء الله يعني متواصلين على نفس القوة ونفس الأداء ونفس الأهداف. نروح نشوف لقاءات ما بعد المباراة، وبعد كده نروح لفاصل، وبعد الفاصل أستقبل ضيفي الكابتن عبد المنعم شط. الفريق كله الحمد لله النهارده الفوز، رغم ان الاداء مش اللي هو يعني كنا متوقعينه، بس الحمد لله على الثلاثه بونت، واللي احنا ماشيين في الدوري على خطه ثابته، وباذن الله ربنا يكرم في الماتشات اللي جايه باذن الله بالاداء الطيب والالتقاط الثلاث
3 بونت ان شاء الله والتصدر. والله هو الشغل كله شغل جماعي بالنسبه للفرقه عندنا، يعني الشغل اللي هو انت عارف ان النادي الاهلي بيتمتع بحته اللي انت مش واحد بس اللي بيجيب الجول، الفرقه كلها هي اللي بتجيب الجول، فكله بيخدم على بعضه. انت عارف اللي هو في طريقه اللي احنا بنلعب عليها، ويمكن الكابتن احمد صديق من بدايه السنه شغال عليها، وربنا بيكرم ان الفرقه بتطلع بتهدف، فدي حاجه كويسه باذن الرحمن. يعني تمركزات في الملعب، في اوفسايد الملعب بيتسع منك، فلازم هنا اللعيب كمان بيوزع المجهود بتاعه، امتى بيطلع امتى بيقف، دي لازم يبقى فيه شغل عليها، وبياخد شغل شاق جدا، فتعب فيها الكابتن احمد صديق جامد جدا من بدايه السنه، فده مجهود الكابتن احمد صراحه مع الفريق. كنت يعني حاطط دماغي اللي انا استلمها واشوطها، عشان ما كانش في حد مقرب منه وكده. وعلى الفوز يعني الحمد لله الفريق كان رجاله، وكنا عندنا روح يعني، ولعبنا عشان يعني لعبنا جماعه فكسبنا الحمد لله. كان فوز كويس جدا النهارده، ولعبنا رجاله، وما كانش اي واحد عايز يعني هو اللي يجيب الجون، كنا بنلعب مع بعض، عشان كده الحمد لله ربنا وفقنا. طبعا النادي الاهلي ده نادي كبير جدا، واي حد بيدخل يلعب فيه بيبقى امنيته يلعب في النادي الاهلي دايما من هو صغير، والحمد لله ربنا وفقني ان العب، ومعايا زمايل الحمد لله محترمين وبيعملوا لي بكل احترام وبيساعدوني ان انا ابقى كويس. الحمد لله على الفوز النهارده، والكابتن شغال معانا من اول السيزون شغل حلو وبيتعب معانا، وربنا ادانا على قد تعبنا الحمد لله. الحمد لله ربنا سهل لنا المباراه وجبنا جون الاول، بلال جاب الجون الاول والمباراه سهلت الحمد لله. يعني طبعا كابتن احمد صديق مدرب كبير كان نازل يقول لي انت لازم تخلص لنا الماتش، انت لعيب كبير ما تخافش، اي كره مشتركه انت اللي تاخدها، انت لابس في نادي الاهلي. هو الحارس خد شمال فبلال حطها وانت عامل فولو جابها جون. اول حاجه نشكر ربنا ونشكر الجهاز الفني كله والحمد لله واللعيبه، ونشكر اللعيبه طبعا كلهم. انا بقالي سنتين في نادي الاهلي، وان شاء الله نبقى اول في الدوري عشان مولين الاول، ونحقق الفوز ان شاء الله الماتشات الجايه. الحمد لله ربنا وفقنا وكسبنا 4-2، وتعلمت من الكابتن احمد صديق اللي هو خلاني احط الكره بدماغي. الكابتن احمد صديق قال لنا لازم نكسب، وورى الفانله الحمراء، واي اشتراك لازم احنا اللي ناخده عشان احنا النادي الاهلي. بقى لي 6 سنين في النادي، وان شاء الله ناخد الدوري، وان شاء الله هطلع هداف الدوري. يعد عبد المنعم شطة واحدا من أهم نجوم كرة القدم في تاريخ الأهلي، لما حققه من بطولات وإنجازات، وارتبطت به جماهير القلعة الحمراء في فترة تاريخية من عمر هذا النادي العريق. ولد عبد المنعم مصطفى شطة في السودان عام 1952، وانضم للأهلي عام 1973. لمع شطة وسط جيل من الموهوبين في كرة القدم المصرية، وخاصة بالأهلي، والذي كان منهم محمود الخطيب ومصطفى عبده وغيرهم من النجوم، وحصد العديد من الألقاب، بينهم 5 بطولات للدوري و3 لكأس مصر. وكان ضمن جيل القلعة الحمراء الذي توج باللقب الأول لبطولة إفريقيا عام 1982. مع المنتخب السوداني لعب شطة العديد من المباريات الدولية، واختير ضمن أفضل 50 لاعب سوداني في التاريخ. عقب اعتزاله الكرة موسم 82-83، قرر شطة الاتجاه للتدريب، فعمل بقطاع الناشئين بالأهلي، ووصل لمنصب المدرب العام مع الإنجليزي آلان هاريس، وعمل لموسمين حقق فيهما الأهلي لقبين للدوري ولقباً لبطولة إفريقيا للأندية أبطال الكؤوس. انتقل شطة للعمل في الاتحاد الإفريقي لكرة القدم، وترقى في المناصب حتى شغل منصب مدير اللجنة الفنية والتطوير بالكاف. شطة لم ينسى طوال حياته أنه ابن الأهلي، ومنه كانت محطاته الأولى، فعاد إليه أخيراً للإشراف على مشروع كبير، حيث يتولى إدارة أكاديميات النادي الأهلي لكرة القدم. شطة
اهلا بحضراتكم من جديد، برحب بضيف وضيفكم نجم الاهلي السابق كابتن عبد المنعم شطه. نورنا كابتن شطه. اهلا وسهلا يا كابتن اسامه، انا سعيد اني ببقى معاك. يعني انت لعبت في احسن جيل من الاجيال حقيقه وانا بحييك حقيقه. في التقرير اللي فات جايبين لك كل الصور ابيض واسود وملون وكل حاجه وبالشعر ومن غير الشعر، جايبين الحاجات القديمه قوي يعني معجزيني كده، مخليني انا ايه عجوز، لكن الحمد لله جيل الثمانينات والسبعينات ده كان يعني جيل حقيقه، جيل عظيم نشيد بيه الحقيقه. كان كان في طبعا هيليكوتي وكان في كالوتشاي وبعد كده كان في لعيبه، وبعد كده جه الكابتن الجوهري لما خد البطوله الافريقيه سنه 82 حقيقه يعني. وبعدين في اجيال ثانيه التسعينات والالفينات، النادي الاهلي غني ببطولاته وغني باجياله الحقيقه. والمدربين حضرتك بتقولوا ما كابتن شطه، مين المدرب اللي كابتن عبد المنعم شطه اتعلم منه كتير؟ مش اتعلمت منه، فضله عليا اللي هو هيليكوتي. انا يعني لو لا هيليكوتي كان موجود في السنه اللي انا جيت فيها دي كنتش لعبت يا اسامه. لان انا جيت الحقيقه جسمي زي ما شفت كده في الصوره القديمه، كنت يعني وزني كان حوالي 56 58 كيلو يعني فرخه يعني ما كنتش العب بس كنت فيري طف حقيقه. كنت لكن وظفك في الملعب، وظفني توظيف حقيقه مهم جدا، كنت تطلع الملعب خالص. الوظيفه دي يعني هي يعني كان في وقت الخطط القديمه دي بتاعت ال 4 4 2 و 4 3 3 لازم يكون فيها ديفندر موجود. فهو طبعا لما ندخل 4 3 3 هيليكوتي كانت الحقيقه كان الفرقه كلها بتلعب 4 2 4، وتبقى التشكيله الحقيقه في خط الوسط لازم يكونوا في اثنين عندهم يعني عندهم بيلعبوا كوره وحد بيقدر يقطع زي ديانج دلوقتي. ديانج بيلم في نص الملعب، حمدي فتحي بيغطي على كل نص الملعب. كل الحاجات دي حقيقه كلها مستنسخه من الهاف ديفندر، لكن دلوقتي كمان بقت في اثنين هاف ديفندر. شوف قد ايه الكوره بقت ايه كل مره تتصعب شويه. الدفاعات بقت اهم دلوقتي في الكوره من الهجوم دلوقتي. ومن الدفاعات دي تقدر تخلق هجوم بقى، هي دي بقى كره القدم الحديثه الحقيقه. هيليكوتي كان سابع عصره كابتن شطه. فكره. هيليكوتي برضه لقى مجموعه كويسه زي زي جوزيه. خلي بالك ومن غير مجموعه كويسه. القماشه اللي معاه. لن تخلق لن يعني يقدر يعمل من خلال هذه القماشه اللي بتقول عليها دي انه يقدر يبلور حاجات كتير جدا، ويقدر يعمل شويه حاجات في التكتيك، واللعيبه بتساعده لانها عندها فكر. برضه الجيل بتاعكم مع جوزيه كان جيل برضه يعني عبقري، ليه؟ لانه حقق اكثر بطولات في تاريخ النادي الاهلي. فدي كمان حقيقه برضه تحسب لجوزيه. فهم الاثنين اعتبروهم هم اكثر اثنين مدربين يعني اثروا تاثير مباشر في بطوله النادي الاهلي. وحضرتك اشتغلت في مهنه التدريب يا كابتن شطه، وكنت مدرب كبير واشتغلت برضه في الاتحاد الافريقي سنوات طويله. لما بنقول مهنه التدريب بنقول او البطولات مدرب بس ولا لعيبه، ولا لازم الاثنين يجتمعوا مع بعض؟ زي ما شفنا في جيل السبعينات ما شاء الله مدرب مع لعيبه الدنيا، شفنا بطولات افريقيا ودوري وما شاء الله كنتوا مكتسحين كل البطولات. يا كابتن اسامه ما فيش مدرب كويس من غير لعيبه كويسين، وما فيش لعيبه كويسه من غير مدرب كويس. ممكن يكون في مدرب كويس جدا واللعيبه ما بيساعدوش، وممكن تكون في لعيبه يعني كويسه جدا والمدرب ما بيساعدهاش. فلازم فدي هي كومبينيشن لازم تكون فيها توليفه. بس المدرب الكويس مع لعيبه كويسه بيخلق كره جماليه، بيخلق نتائج. فدي اللي هي المعادله الصعبه دلوقتي في كره القدم. انا فاكر كويس قوي لما كنت بدرب جيلكم يعني خصوصا مواليد 82 و83، وبعد كده دربت بعد كده مراحل سنيه مختلفه. لو تفتكر انا كنت بقطع الشرايط بتاعتكم بتاعت الفيديو، كنت عليك. عندي وكنت باجي بعرض لكم الحاجات دي. التدريب حقيقة. دلوقتي اصبح السكاوتنج ولا الاستاتستكس والاحصاءات اللي بتتعمل دي كلها من الفيديو. ايوه زمان احنا ما كانش من زمان وانا طبعا بحكم وظيفتي كمهندس يعني وكان عندي استوديو كنت بعمل الحاجات دي. لما رحت الاتحاد الافريقي بقى استطعت ان انا اطور اداء المدرب من خلال هذه الاشرطه ومن خلال هذه الفيديوهات. الحقيقه دي حاجات يعني اتمنى المدربين كلهم يستعينوا بها في قطاعات الناشئين او في البراعم او في كل حته، لانها هي دي اللي بتخلق للاعب ايه الاداء اللي بأديه. اجيب مثلا انت مثلا انت بالذات كان عندك الحقيقه والشريك ده كان حاجه يعني بصراحه الناس ما تعرفش احسن واحد كنت تعملها كده ايه زي جمال عبد العظيم. معرفش ما اتفرجتش على جمال عبد العظيم كان يعمل السكرول كده ولا. فانا بقول يعني الحاجات دي لو انت كلاعب ما شفتهاش من طريق الفيديو ما تقدرش تحسن في ادائك. عشان كده لما جه كورفر وهي الكورفر لو فاكره الخبير الهولندي وقتها في الكورفر ده شرايطه كلها حقيقه والساعات اللي عملها كلها والتسجيلات بتاعته موجوده ان شاء الله هننزلها في البرامج بتاعتك. كان بيصور اداء التدريب وبيوري اللعيب الصور اللي هو بيأديها، وكان اللعيب من خلال مشاهدته
بيصحح اوضاعه. دي حاجه مهمه جدا للاعب، اللاعب اللي بيصحح اداؤه هو ده اللاعب المتميز. وكنت حضرتك دايما بتشتغل على النقطه دي معانا واحنا صغيرين، تقطع لنا الماتشات واحنا مسافرين على الماتش الثاني، نقعد نتفرج على المباراه واللقطات الحلوه والاهداف. قول لهم شطه اشتغل الموضوع ده من زمان. كابتن شطه، عايز اكلمك عن الكره السودانيه، لكن قبل ما اروح للكره السودانيه دلوقتي وفي كاس العرب، كان في البدايه في حواري في الحلقه كلمت عن كابتن ادهم السلحدار، الراحل العظيم نجم نادي الاسماعيلي، توفى الله منذ ايام وهو في الملعب وهو بيسجد. والله حزين جدا على هذا الحقيقه. انا اتمنى يعني انه كل الانشطه الرياضيه في 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 مصر كلها انها يعني تساند هذا اللاعب وتساند اسرته، لانه حقيقه كان لاعب دامس الخلق، ما فيش حقيقة. واحد ما شكروش، ما حدش اختلف عليه، وكان حقيقة صديق شخصي لينا، وكان دايما متواجد حقيقة معانا. وانا فاكر كويس قوي لما اخذ البي لايسنس، رخصه البي، يعني حضرته يا كابتن شطه وهو جاي ياخد الرخصه في خلاص. طبعا 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 انت عارف انا اغلب المدربين في مصر، انا الحقيقه كان لي الشرف ان انا اديته الرخصه، وهو كان منهم حقيقه. احنا بنواسي اسرته هنا من خلال هذا البرنامج. وحقيقة كمان يعني نادي المجد السكندري، النادي اللي هو كان بيمرنه قبل الوفاة مباشرة، برضو وقف وقفة محترمة جدا. معايا على التليفون الحاج إسلام الصياد رئيس نادي المجد السكندري، تحياتي ليك يا حاج إسلام والبقاء لله. بقاء لله. أهلا كابتن أسامة، أهلا بحضرتك وأهلا بكابتن شطة. الحمد لله، يعني كابتن أدهم كان من الناس اللي يعني أول ما تشوفه تحبه، خلوق، راجل يعني ناحية الإنسانية محترم جدا، بيحترم الناس كلها، وعلى ناحية شغله كان مجتهد جدا في شغله، عمل إنجاز مع نادي المجد، جاف ونادي المجد في المركز الـ11 وعمل معنا إنجاز ووصلنا للمركز الخامس. وبصراحة ساب طفرة في النادي لدرجة إن كل واحد في النادي صغير أو كبير بيحب كابتن أدهم. حقيقة. كل الناس كانت موجودة في الجنازة بتاعته، وكل الناس كانت موجودة معاه من ساعة الوفاة لغايه لما وصلنا للمسواه الاخير، وان شاء الله يكون مسواه الجنه يعني ان شاء الله بامر الله. شفنا تحركات سريعه من وزاره الشباب والرياضه، ايضا من بعض الانديه، نادي انبي، اللاعبين في النادي الاهلي، عايزين نعرف التحرك ودور برضو نادي المجد السكندري. والله بس انا حابب ان انا اقول الكابتن ادهم كان بيحب طبعا النادي، هو طبعا ناشئين الاهلي. وكان دايما بيكلمني من ساعه لما جاء ان هو كان في ناشئين الاهلي بالبدايه، وبدا يعني وبعد كده راح الاسماعيلي، طبعا بيحب الاسماعيلي جدا كده. والله كابتن ادهم كان الفتره اللي هو قعد معانا في نادي المجد اثر فينا كلنا، وانا بعتبره اخ يعني، اكتر من هو كان شغال مدير فني في النادي. وكان اخ، وكان يعني صاحب مشوره محترمه معايا، وبصراحه كنا ناويين ان احنا نحطيه خطه طويله. الو، الحمد لله احنا اتفضل حاج اسلام. الحمد لله الفتره اللي توفى فيها كابتن ادهم احنا عملنا اللي نقدر نعمله قدام ربنا سبحانه وتعالى. يعني انا يعني من الناس اللي انا ما بحبش اتكلم على اللي احنا عملنا مع ايه ولا حاجه، فاحنا الحمد لله احنا ان شاء الله باعمين نبقى احنا في ظهره على طول وفي ظهر اولاده، ونكون معاهم في كل حاجه ان شاء الله، لان ده هو يستحق اكتر من كده. هو يعني برضو ممكن يعني عشان برضو اسرته واهله الناس اللي موجوده، يعني التحرك اللي عمله نادي المجد عشان اسرته. والله بص حضرتك، انا يعني ايه، انا طبعا حضرتك انا ما بحبش اتكلم في الحاجات دي، ان انا يعني ممكن فيها الناس تحب تتكلم في الحاجات دي، انا ما بحبش اتكلم في الحاجات دي، لكن عايز حضرتك تبقى واثق ان احنا ان شاء الله مش هنسيب، واحنا هنتحرك تحركات يعني ان شاء الله يعني اكثر من اي نادي تاني يتحرك مع كابتن ادهم. تمام، واحنا بنشكركم شكرا جزيلا حاج اسلام، وده يعني عهدنا دايما بنادي المجد السكندري. كابتن شطه، الكره السودانيه بقى، المباراه الاخيره منتخب مصر مع السودان، هزيمه كبيره للكره السودانيه. دايما لما كنا بنقول مباراه مصر السودان، مباراه الاهلي حتى او الكره المصريه مع الانديه السودانيه، دايما بيكون فيها نديه وتكون فيها صعوبه كبيره. عايز اعرف ردك ولكن بعد الفاصل. اهلا بحضراتكم من جديد. كابتن شطه، يعني في تراجع خلال الفتره دي والسنوات السابقه القليله في الكره السودانيه، شفنا اداء منتخب السوداني، حتى كمان اداء الانديه لما بنشوف المواجهات الافريقيه. سبب التراجع ده ايه، خاصه ان اللي كان يروح يلعب في السودان او يواجه المنتخبات او الانديه السودانيه كانت تبقى مباراه صعبه جدا؟
طبعا السودان يا جماعه احنا عارفين كويس انه غير مستقر سياسيا وغير مستقر في الفتره اللي فاتت ديت، وكانت في يعني الثوره اللي قامت وحصلت الفتره اللي فاتت، والحقيقه الوضع السياسي اثر على الوضع الرياضي. الاتحاد السوداني لكره القدم حتى هذه اللحظه هناك صراع في نتيجه الانتخابات بين الاستاذ معتصم جعفر والدكتور مؤثر على الرياضه. حتى هذه اللحظة يعني الاتحاد غير مستقر. الفترة اللي فاتت الحقيقة الاتحاد السوداني مر بفترة عصيبة جدا، انه ما عندناش ملعب او استاد تلعب عليه بطولات افريقيا حقيقة. بدليل ان لعبنا كل مباريات تصفيات كاس الامم او تصفيات كاس العالم في المغرب. وحقيقة مصر الحقيقة استضافت بطولات الكونفدرالية والتشامبيونز ليج في مصر هنا، والهلال جاي بكرة يلعب في دوري الكونفدرالية هنا في مصر. فما عندناش ملاعب حتى هذه اللحظه في السودان. طبعا دي مسؤوليه الاتحاد، مسؤوليه الانديه، ليه حتى هذه اللحظه الملاعب لا تطابق مواصفات الاتحاد الافريقي؟ دي نمره واحد. نمره اثنين، تعرف منتخب السودان تأهل لكاس الامم الافريقيه، يعني دي كانت حاجه كويسه قوي من ثلاث اربع خمس شهور طبعا. كان الاداء قوي جدا وكانت الفرقه ماشيه كويس وكانت الانديه يعني شد حيلها في اللعب. اغلب منتخب السودان الان من الهلال اغلبه يعني، ولدينا المريخ فيه اربع او خمس لاعبين. المشكله الكبيره انه حقيقه اللعيبه ما عندهاش حقيقه، كانت الحقيقه الروح القتاليه كانت منعدمه تماما. اللعيبه ما كانش واحد، مش كل اللعيب مسؤول. انا لو حتى في مشاكل سياسيه انا كلاعب كوره لازم اكون بادي من اجل حتى بلدي، من اجل الدوافع اللي عندي عشان ابقى لعيب كويس. ودي كانت فرصه كويسه جدا للعيبه السودانيين انه من خلال هذه البطوله العربيه انه ممكن لعبة تحترف بسهوله جدا في هذا المحفل العربي العالمي، لانه الفيفا هي تحت مظله الفيفا البطوله دي بنسميها الفيفا عرب كمان. فانا بقول يعني حقيقه يعني الشعب السوداني كله من خلال كل الميديا والمنصات اللي موجوده كلها حقيقه انتقدت هذا الموضوع بشده. واخيرا عرفت انهم اقالوا المدرب الان مدرب منتخب السودان وعينه ابراهوما مكانه، وده طبعا ده حل مؤقت طبعا ولكن ليس حل جذري. السودان محتاج لاعاده كل الهيكله وكل البنيه التحتيه بتاعت الرياضه في السودان، وده طبعا شيء يجب عليه ان يكون من خلال هذه الثوره القائمه. واتمنى ان شاء الله السودان يعيد الذكريات انه هو من اول ثلاث منتخبات او دول افريقيه مؤسسين الاتحاد الافريقي سنه 57، مصر اثيوبيا السودان واثيوبيا ثلاث دول. طبعا اتمنى كل التوفيق ان شاء الله الكرة السودانية خلال الفترة القادمة. كابتن شطة، وحضرتك يعني عملت كثيرا داخل الاتحاد الافريقي، هل من الممكن يكون في تضارب في المواعيد ما بين بطولتين قاريتين مثلا او بطولتين عالميتين زي بطولة دوري بطولة افريقيا للمنتخبات وبطولة كأس العالم للأندية؟ شوف انا طبعا انا جيت الاتحاد الافريقي من 2001 ل 2018 19 وتواجد في تلك الفترة مع رئيس عيسى حياته. ما كانش ابدا حد يجرؤ ان بطوله افريقيا دي حد ياجلها او يزحزحها من 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 وقتها، طول عمرها من سنه 57 يناير فبراير. فبالتالي الحقيقه الاتحاد الافريقي الان انا مندهش جدا انه لماذا لم يتدخل رئيس الاتحاد الافريقي والاستاذ هاني بوريده وانفانتينو، كانوا كلهم موجودين في مصر هنا الاسبوع اللي فات، ليه ما تكلموش في هذا الموضوع؟ النادي الاهلي نادي مصري، نادي افريقي بيمثل افريقيا في كاس العالم للانديه، وده حاجه كانت تمس افريقيا، كان يجب على حقيقه المجلس فرصه وهما موجودين في مصر. كان انا عايز اعرف الاسباب ايه؟ هل ضعف الاتحاد الافريقي؟ هل انه انفنتينو اصبح هو اللي بيدير البطوله الافريقيه؟ هل هو هل 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 الاتحاد الافريقي ما عادش له الباور او القوه لانه يقول لا انا بطولتي مش هتتغير، انت لم تغير. لكن طبعا هحكي لك حاجه بسيطه جدا، انه ليه الاتحاد الدولي أصر على هذه الفترة بالذات؟ تشيلسي عنده جدول مع الاتحاد الإنجليزي، الاتحاد الإنجليزي لا يمكن يأجل الماتش. فبالتالي يا تشيلسي يلعب يا تشيلسي ينسحب، ولو تشيلسي انسحب بيلعب السيمي فاينل والفاينل البطولة هتبوظ منه. والرعاة كمان والرعاة كمان التسويقية. فبالتالي دلوقتي أصبحت اللي يعني تشيلسي هو السبب في إنه خلى هذا المواعيد بتاعت كأس العالم للأندية في ذلك الوقت. هل الاتحاد الأفريقي يقدر يزحزح المواعيد ولا هل الاتحاد الدولي يقدر يزحزح المواعيد؟
والموضوع حقيقه انا سمعته الكابتن محمود الخطيب طبعا عمل كونفرنس عملوا زوم الاتحاد الافريقي الاتحاد المصري الاتحاد الدولي وبيشوفوا الامر وفي برضه بعض الاقاويل بتقول ممكن البطوله الافريقيه تبدا 4 أيام بدري عشان تتيح الفرصه ان ممكن تلعب في كاس العالم الانديه يعني دي في طريقها للحل ولو تعذر الموضوع تماما انا متاكد انه الاتحاد المصري لكره القدم بالاتفاق مع كيروش يقدر يتنازل عن بعض اللعيبه المهمين جدا جدا يقدر يسيبهم للنادي الاهلي وده طبعا يعني يرجع لهل مصر وصلت فاينل او سيمي فاينل ولا لا بس خلي بالك يا شطه البطولتين مهمتين طبعا سواء بطولة أفريقية لمصر وبطولة كأس العالم للأندية بطولة مهمة برضو مش للنادي الأهلي بطولة مهمة لمصر لو النادي الأهلي خد فيها مركز متقدم فتحسب برضو بنتكلم عن الكرة المصرية كان يجب على الأمر يتم قبل ما الجدول يتوضع حتى لو كان بطولة أفريقية زي ما أنت قلت تبدر شوية مش هتفرق حاجة معانا كده اللعيبة المحترفة بره هتيجي تلعب فممكن يكون هذا الأمر أسهل فبالتالي كنت اتمنى ان الموضوع ده يحصل من بدري مش يحصل بعد ما خلص الازمه كان يبقى محطوط على الترابيزه من بدري بالظبط الحقيقه برضو انت حضرتك عشت سنين طويله داخل الاتحاد الافريقي ممكن بطوله الامم الافريقيه تتلغي زي ما احنا بنسمع خلال الفتره اللي فاتت لسه ملعب في ملعب ما اعلنش تم افتتاحه امور تسويقيه رعاه الكلام ده ممكن يجي في وقت من الاوقات ويقول الغاء او تاجيل كاس الامم الافريقيه والله الالغاء صعب جدا لانه الاتحاد الافريقي لو الغى او اجل هذه البطوله فهتبقى مشكله كبيره ان الاتحاد الافريقي مصداقيات بطولات وبعد كده مش هيلاقي رعاه ولا هيلاقي حد ودي ممكن تاثر تاثير مباشر في يعني الكريديبيليتي او مصداقيه الاتحاد الافريقي فلازم الاتحاد الافريقي يعمل هذه البطوله حتى لو اجلها او يبدرها لكن الملعب جاهز بس في بعض الامور الخاصه اللي هي دخول وخروج اللاعبين والجماهير وكده من حيث تنظيم كانوا عايزين يستلموا الملعب يعني 100% وده طبعا ما حصلش فممكن البطوله تتنيل او الافتتاح يتنيل في ملعب اخر لحل وممكن يعني تتلعب الافتتاح والملعب يكون في اجزاء لسه بتستكمل ودي حاجه ثانيه ممكن تحصل لكن تاجيل البطوله او الغائها ده انا بعتقد ان الكاميرون لن تسمح صعب لانها هي استحملت 4-5 سنين صابره وعملت استعداد فوق المليارات فبالتالي انا متاكد انه من خلال الاتحاد الافريقي يجب انه يسارع في انه يؤكد ان البطوله قائمه حتى هذه اللحظه ما فيش مسؤول افريقي يا ريت يطلع يقول والله هتتلعب بس في بعض الامور الخاصه بالتشطيبات الاخيره او الفينيشنج ودي حاجه سهله جدا انها تتقال في بطولات اقيمت في 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 بطولات كبيره جدا المنشآت ما كانتش خلصانه وانا رحت البرازيل وكاس العالم في البرازيل 2014 كنت هناك في حاجات كثيره جدا كانت لم تستكمل ولكن استكملت طبعا ده حقيقه يعني ده مسيو باتيل ده كان نائب رئيس الاتحاد الافريقي مع الفيفا كان عندنا دوره في جنوب افريقيا وده كالديرون لو تعرفه ده كان مدرب منتخب ده كالديرون ده مرن السعوديه هو ده مرن السعوديه كان وقتها انستراكتور كان محاضر معايا كان برضو من ضمن الاسماء مرشحه في قبل كده للنادي الاهلي كان بالظبط انا فاكر اسمه في سنوات سابقه هو ده هو طبعا كالدرون. موجود لانه اساسا هو محاضر طبعا باللغه الاسبانيه والبرتغاليه وكانت هي دي كانت دوره مهمه جدا في الفيفا عملناها مع بعض في جنوب افريقيا اكاديميه النادي الاهلي بقى كابتن عبد المنعم شطه مدير اكاديميه النادي الاهلي ما شاء الله نمسك الخشب بقى تحت قيادتك مفيش خشب كله ازاز كم اكاديميه دلوقتي النادي الاهلي يا كابتن؟ والله اكاديميه النادي الاهلي الحقيقه يعني اصبحت الان يعني مشروع يعني يعتبر من الـ من الـ من المراكز او اعمده كره القدم فريق اول قطاع ناشئين اكاديميات الاكاديميات هي بدات من 2004 2005 سبقونا اجيال طبعا كابتن محمد رمضان وبعد كده كابتن شوقي عبد الشافي وبعد كده كابتن خالد بيبو وابراهيم عبد الصمد فيعني مرت عليها الحقيقه كلهم طوروا فيها وكلهم وضعوا لوائح الحقيقه انا شغال بيها لحد دلوقتي لوائح متميزه جدا ملاعب الحقيقه النادي الاهلي في الشيخ زايد ومدينه نصر حاجه تفرح البنيه التحتيه ممتازه البنيه التحتيه وبعدين كل الحقيقه الاماكن اللي فيها الاكاديميات بننتقل اللي هي الملاعب الجيده عشان اسم النادي الاهلي كبير فما نقدرش نروح في اماكن حتى كل الاماكن اللي كانت في ملاعب صغيره خماسيات نقلناها الى ملاعب كبيره بحيث انها تسع انا شايف اللي احنا شايفين دلوقتي ده فرع بتاع مدينه نصر ما شاء الله البنيه التحتيه الملاعب
حتى جلسات اولياء الامور العادات. الله يعني حقيقه انا احيي الحقيقه القائمين على هذا الامر. جيت لقيت الموضوع ده من ايام كابتن خالد بيه والحقيقه تعبت جدا. قعدت سنه كامله ما كانش في اماكن حتى للمدربين يقعدوا فيها لحد ما المنظر شافه اصبح في منتهى يعني التحضر. الحقيقه من اكبر الاكاديميات اللي موجوده فرع مدينه نصر، عدد العدد وصل فيها فوق ال 2000 ما شاء الله. يعني ده حاجه يعني بصراحه توري قد ايه اسم النادي الاهلي كبير جدا. والنهارده بالذات كابتن خالد بيبو كلمني، وانت عارف انا وكابتن خالد بيبو بصراحه يعني في تواصل على طول، في 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 تناغم وانسجام وهدف واحد، مصلحه النادي الاهلي. فالنهارده يعني ان شاء الله بعد كده هنعمل تجميع للمتميزين. حلو قوي. بحيث ان القطاع الناشئين يجي يختار منهم اللعيبه المتميزه للسنوات القادمه اللي بترشحوهم للقطاع بعد كده. فطبعا اللي هينتقي هذا الامر لازم يكون هم مدربي القطاع عشان ادرى مني ومن غيري بمستوى اللاعبين في القطاع مقارنه باللاعبين في الاكاديميه. كويس. وبعدين يا كابتن اسامه ما قلتليش برضو عشان ما تهربش مني سؤال، عندنا كام فرع؟ انا ماسك الخشب. عندنا 15 فرع وان شاء الله عندنا 5 افرع جديده ان شاء الله لما نعرضها على اللجنه يتم الاتفاق عليها شبه مؤكده يعني. واخر حقيقه اخر فرع اللي هو في الحرس الجمهوري، فنادي الحرس الجمهوري في صلاح سالم في امارات العبو. فده طبعا هي ان شاء الله هيكون برضو مستقبلا من الافرع القويه جدا، لانها مصر الجديده كلها. وعندك بقى الكثافه السكانيه كمان في المنطقه دي منطقه كبيره جدا. فانا بقول انه الحقيقه طالما هناك يعني انجذاب لهذه الاكاديميات يجب احنا ما نتواناش في اي مدينه او محافظه عايزه هذا الامر. واتمنى انه ان يكون هناك برضو حاجه جديده عملناها الحقيقه، واتكلمت معها مع لجنه التخطيط ومع لجنه التسويق، قصدي لجنه شركه الكوره القادمه، انه لازم يكون في حاجه اسمها ديفلوبمنت للمدربين في قطاعي الناشئين والاكاديميه. المدرب لازم ياخد كل حاجه جديده. ان شاء الله هنستقدم محاضرين من بره. حلو قوي. يعني انت النهارده كمان بتفكر في حته تطور المدربين. طيب قبل ما اتكلم في حته تطور المدربين، تعالوا نشوف التقرير ده مع بعض عن مدربي اكاديميات النادي الاهلي. النادي الاهلي دايما بيحب يقدم مردود كويس ومردود متميز بالنسبه لاي اكاديميات تانية مختلفه عننا. احنا لازم نكون احنا ان شاء الله باذن الله الافضل في كل شيء. دايما بنحاول نقدم خدمه متميزه للناس، دايما بنحاول ننتقي عناصر متميزه، بنقدم افضل خدمه، عندنا افضل مدربين بننقيهم على بعنايه فائقه طبعا، لان في الاخر المدربين دي بتتعامل باسم النادي الاهلي وبشخصيه النادي الاهلي، وازاي يتعامل بنفس الاسلوب اللي ماشي عليه كل سيستم النادي الاهلي. ده اللي بنحاول نقدر نسعى ليه دايما جاهدين ان شاء الله في الفرع هنا. طبعا عندنا الاعمار السنيه صغيره بتفرق كتير طبعا، بس اهم حاجه عندنا ان الولد يعني بيبقى جاي بياخد شغل المهاري بالنسبه لنا، بيبقى عن طريق ان هو يعني بديله العاب صغيره، بديله المهاره زيه زي الكبير، بس الفرق بين الكبير والصغير ان انا اقدر اديها له على عده خطوات. يعني انا في الاول اديله الاحساس بالكره، ممكن يفضل ماشي بيه كتير، سواء بقى الاحساس بالكره وهو ماسكها بايده، ماشي برجله، شغال بيها، بياخد وقت معايا قبل ما ياخد الاحساس بالكره. ابتدي بقى اظبط له المهارات، بس ببتدي ان انا اجزئها له على فترات. يعني ممكن المهاره الواحده تبقى سهله ان هو يباص الكره، لا انا ممكن اعديها له على 10 خطوات. اقبال متزايد جامد جدا، لان طبعا سمعه النادي طبعا مسمعها على على العالم كله. السنه دي الحمد لله عدد في تزايد، واحنا حققنا العدد الحمد لله، ولسه في اقبال جامد جدا. يعني حاليا دلوقتي دفعه واحد حاليا شغالين فيها حاليا دلوقتي الحمد لله بفضل الاداره وبفضل التعليمات اللي احنا شغالين عليها. الاجراءات الاداريه اوريدي العضو بيقدم في الاكاديميه، بنبدا نبحث نشوف الورق بتاعه، بعد كده لغايه دخول ولاده الاكاديميه، وبنبدا ان احنا نوجهه للحاجات الصح. في اي مشاكل بالنسبه للولد او للعضو احنا بنحاول نحلها. بنبدا في السن الصغير بنعلمه المهارات، مهارات الاساسيه للكوره، بنعلمه الانتماء، بنعلمه حاجات كتير قوي، حب النادي الاهلي، حب الكيان، حاجات كتير في الكوره. يعني اساسيات الكوره بتبدا من المبدا والمكسب والاراده والاصرار، وحاجات كتير قوي هنا بتبدا في اكاديميه النادي الاهلي. احنا بقدر الامكان بنحاول نعلم الولاد المهارات الاساسيه، وبعض شغل الفوت ورك برضو اللي محتاجه الولد، والتوافقات شغل الكوردينيشن، بس احنا بنهتم كتير جدا بالمهارات الاساسيه للولد، لان دي يعتبر
من الامور الاساسيه اللي لازم يتعلمها الولد. في حاجات تانية احنا طبعا بنكلمهم فيها، يعني مساله الالتزام والاخلاقيات دي احنا دايما بنتكلم فيها، بيبقى المدرسه عليها دور، البيت عليه دور، والاكاديميه طبعا عليها دور كبير. اكاديميه النادي الاهلي بتتميز عن جميع الاكاديميات ان هي تابعه للكيان نفسه، اللي هي خاصه ولا هي حاجه، من هنا تبقى نواه لتاسيس الاولاد الصغيرين اللي بعد كده على اساس ان هو حاجه تكمل قطاع، تكمل الناشئين. بنتابع كل الاساليب الحديثه في التدريبات، سواء من ورش عمل لمحاضرات لتدريبات حديثه جدا. بنشتغل كل الحاجات اللي تقدر تاسس الولد كويس، من امور فنيه لامور فوت وورك عشان حركه الرجلين. الاكاديميه هنا عامله شغل ومطلعه اولاد كتير جدا في القطاع فوق، حاجة بجد 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 جميلة جدا في الأكاديمية هنا. في أولاد بيبقوا جايين موهوبين بالفطرة، وفي أولاد بيبقوا يعني محتاجين شغل كتير يعني، فإحنا بنتعامل مع المرحلتين يعني. الحمد لله في عندنا أولاد مبشرين جدا إنهم هيبقوا إن شاء الله هنقدر ندعم منهم بالتنسيق طبعا مع قطاع الناشئين بقيادة الكابتن خالد بيبو، في تنسيق بين مسؤولي الاكاديميه ومسؤولي القطاع، ففي اولاد مبشرين وان شاء الله الفتره الجايه هنبدا نشوف عناصر من الاكاديميه في القطاع ان شاء الله يعني. بعلمهم الاول بدايات الكوره، ان انا ابتدي امشي بالكوره ازاي، بعلمه ازاي الحركات يمشي بيتحرك، بعلمه المهاره، بديله اسس الكوره اللي هو بيمشي ازاي بالكوره، يتعلم ازاي يتحرك بالكوره. ببتدي اديله توجيهات معينه في الملعب، لو لاحظت ان هو غلط فيها ابتدي اعدله وهو ماشي. ببتدي اطور معاه التمرينات بتاعتي واعلي الليفل شويه معاه كل شويه. اهلا بحضراتكم من جديد، برحب بحضراتكم بضيفي كابتن عبد المنعم شطه. كابتن شطه، واحنا بنتكلم عن الاكاديميات، حصل كان في مؤتمر الكابتن محمود الخطيب كان اتكلم عن اكاديميات النادي الاهلي، وقال ان شركه كره القدم خلال الفتره اللي جايه هيكون ان شاء الله في افتتاح لاكاديميتين خارج مصر. هو طبعا اكاديميات اللي هي النادي الاهلي في يعني في الدول العربيه كانت موجوده من فتره يعني، وكانت في واحده في الامارات وواحده في الكويت. عشان الكورونا حصلت طبعا الاكاديميه دي قفلت، تراجعوا ليها شويه، تراجعت. بس احنا بدانا تاني نتحرك حقيقه، رحت قطر، وبعد كده في قطر عملنا اكاديميه في قطر يعني باسم النادي الاهلي، واوريدي خلاص هي جاهزه للافتتاح. في واحده في الامارات اوريدي برضو كمان تعاقدنا عليها حقيقه، واحد مهم جدا برضو، شخصيه رياضيه كبيره هتاخدها. والان انا عندي اتصالات بالكويت والبحرين، ففي اكاديميتين تاني ان شاء الله في الكويت والبحرين، عايزين نخش على يعني بنتكلم عن قطر، امارات، البحرين، الكويت. بس الاثنين الان خلاص يعني يعتبروا شبه انتهينا من التعاقد معهم، هي القطر والامارات. وان شاء الله كمان لسه افريقيا لها دور تاني باذن الله مع شركه الكوره دي باذن الله. عايزين بقى يكون بس الهدف منها مختلف، هتكون بقى انتقاء لاعبين على الاقل في شركه التسويق تسوقهم برضو مستقبلا، ليبقى فريق للعالم العربي، للدول العربيه، لافريقيا، لمصر، لانديه مصر. هيبقى مشروع كويس جدا الحقيقه، ان شاء الله ندرسه ونشوف بقى افضل الدول. غالبا هتكون يا جنوب افريقيا وغانا، ممكن يكون برضو معاها دوله فرنسيه، يا مثلا يا مالي، يا ساحل العاج، بحيث انه يكون عندنا تنوع في واحنا بنعرض اللقطات دلوقتي دي، الملاعب دول الولاد في الاكاديميات ما شاء الله، حتى الادوات التدريب موجوده، افضل الكور، افضل الزي كمان، كل حاجه ما شاء الله فوق الممتازه. بصراحه انا عايز برضو اشكر حقيقه مجلس اداره النادي الاهلي، افتتحنا اكاديميه الكره النسائيه حلوه قوي، عندنا حوالي اكثر من 180 لاعيبه الان. 880؟ لا 180. 180 مش عايزك بقى تضرب الارقام فيه، بس الحقيقه يعني ناجحه جدا. بس طبعا المشكله الكبيره، هل هيسمح النادي الاهلي مستقبلا يكون فرق نسائيه تلعب دوري الكره النسائيه؟ تعرف الدوري الكره النسائيه بين الانديه، هي ما فيش يعني انديه كبيره موجوده، تلاقي وادي دجله مثلا، المازا، مش عارف يعني انديه صغيره، الطيران. يعني هل النادي الاهلي هيفكر في يوم من الايام يعمل دوري، يلتحق بدوري؟ هذه دي حاجه مهمه جدا، عشان بس البدايه كانت مهمه، البدايه مهمه الاكاديميه، وعندي طلب دلوقتي من لعيبه كتيره جدا، عايزين يجوا، عايزين الاكاديميه عشان يلعبوا باسم النادي الاهلي. هم ايه لعيبه،
يلعبوا لعبة منتخب عايزين يتمرنوا مع الاكاديميه وعايزين يجوا وتعمل فريق وتشترك في بطوله الدوري وعايزين بس طبعا ده قرار سابق الاوان ولازم مجلس الاداره يوافق عليه لانه انت عارف النادي الاهلي لما يشترك في اي بطوله لازم يكون عنده الهدف هل هو هيحقق بطوله ولا مشاركه بس فدي حته مهمه جدا هل هنقدر ننافس هل هتبقى فيها اعباء ماليه على الكوره مثلا هل انا فاكر كاب صالح سليم مره قلنا له الفيفا طلبت انها انك تعمل اكاديميه باسم النادي الاهلي عشان تنشرها في افريقيا قال لا انا ما اقدرش اصرف على كره القدم للرجال والنساء في نفس الوقت هضطر بقى ادفع مرتبات للكره النسائيه ومدربين للكره النسائيه ونشتري لعيبات وكده فكانت عمليه صعبه لانها بتكلف طبعا طبعا فبالتالي هل 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 العائد منها هيكون يجزي ولا لا ده سؤال لازم يدرس خير فتره لازم عايز دراسه طبعا وعايز برضو شركه الكوره تتدخل في هذا الموضوع مستقبلا ان شاء الله قطاع الاكاديميه قطاع مهم قطاع استثماري وكمان اكتشاف المواهب خلال الفتره اللي فاتت في لعيبه صعدت او لعيبه طلعت شافها المدرب بروكيتش المدير الفني الاجنبي القطاع بدا يتعرض عليه وبدا يلفت نظره لعيبه هو عشان انا اكون صادق معك لعيبه الاكاديميه لا يمكن ينافس لعيب في القطاع لانه عدد ساعات التدريب في الاسبوع او في الشهر بالنسبه للاعب الاكاديميه اقل بكثير جدا من لاعب بيتمرن خمس ايام وبعدين بيلعب دوري ولكن اللاعب الموهوب واللاعب الكويس قوي انا بحتفظ بيه لحد فتره معينه والجهاز يعرف قطاع الناشئين يعني لازم يكون عارف الوقت اللي ممكن من خلاله يقدر ينتقل اللاعبين دي عشان يدفع بيها في القطاع عشان ايه يرفع من مستواه انا قررت الفتره القادمه ان شاء الله كل اللعيبه المميزه عشان اديها جرعات تدريبيه كافيه هيبقوا لوحدهم ايوه وهجيبهم يومين زياده كويس عن الايام اللي موجوده عشان يستطيع لما يطلع القطاع يبقى عنده القدره على انه ينافس على الاقل بقدر معين مش ممكن يبقى زيه بالظبط ولكن ممكن يكون قريب ليه وانت عارف الفروع الفرديه طب. مع السنين بتتغير ممكن واحد السنه دي تلاقيه قليل واحد يعني احسن منه هتنتقي اللعيبه المميزه هيبقى لوحدها تاخد البرامج التدريبيه لوحدها بحيث ان دول ممكن يبقى فيهم امل ان ممكن يلتحقوا بعد كده وبالتاكيد هيزيد طبعا لانه كل ما اللعيب اتمرن اكتر وكل ما يلعب دوري اكتر وكل ما يلعب مسابقات اكتر لان خلاص انا قررت ان اعمل دوري ثابت البطل قررت ان اعمل دوري شفنا السنه اللي فاتت دوري مؤمن زكريا بصراحه كان ناجح جدا الحقيقه حلو قوي وكان معمول على طيبه جدا صراحه وطلعت منه لعيبه وراحت القطاع بصراحه حلو حقيقه فالسنه دي هعمل دوري كابتن ثابت البطل عشان انتقي اللعيبه للقطاع من خلالها لكن في هذه الفتره قلت لك ان انا هجيب اللعيبه المميزه منفرده تمام في يوم من الاسبوع او يومين من الاسبوع كويس. تدريبات اضافيه ان شاء الله اخيرا كابتن شطه يعني طموحات كابتن شطه هو المدير الفني هو المدير اكاديميه الاهلي طموحاتك ايه نفسك تشوف اكاديميه النادي الاهلي ازاي نفسي ارفع من مستوى التدريب للمدربين لان المدرب محتاج لحاجه اسمها ريفريشر كورسز تدريبات تنشيطيه متواليه المدرب لو ما خدش دورات تنشيطيه بيتوقف عند حد معين فانا بقى الحمد لله عندي البرامج التدريبيه وانا متواكب مع كل زملائي في القاره الافريقيه وداخل القارات الاخرى احدث طرق التدريب واحدث التدريبات بتجي الحقيقه بصفه مستمره جدا ان شاء الله طموحي ان انا اخلي المدربين عندهم طول الوقت البرامج التدريبيه دي بصفه مستمره تدريبات تفيد اللاعب الحقيقه في المراحل السنيه الصغيره دي واحنا نتمنى لك كل التوفيق كابتن شطه شرفتنا ونورتنا شكرا يا كابتن اسامه الله يخليك حبيبي بكده وصلنا لنهايه حلقتنا النهارده بشكر ضيف وضيفكم الكابتن عبد المنعم شطه نشوف حضراتكم ان شاء الله الاسبوع اللي جاي على الف خير وحلقه جديده من الاشبال